لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى ليجزي الله يوم القيامة كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن الله سريع الحساب. احتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بمعنى سريع الحساب قد اقترب حسابه، قد اقترب حسابه للناس. ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز، سريع المحاسبة. إذا حاسب عبده فإنه سريع الحساب، لا يحتاج إلى تكلف ولا إلى شيء، بل هو عالم بكل ما فعله العباد، وهو لذلك يحاسبهم حسابا كما يريد سبحانه وتعالى بسرعة. وقد يطول الحساب على البعض إذا شاء سبحانه وتعالى، ليس لأنه يحتاج إلى كلفة، ولكن لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يناقش عبده ويطول عليه الحساب ليعذبه، نعوذ بالله. قال: احتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية. وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، كقوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا معنى قول مجاهد: سريع الحساب سريع الإحصاء، أو سريع الحساب إحصاء، فهو عز وجل يحصي أو قد أحصى كل شيء عددا وأحصى أعمال عباده. ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين، والله أعلى وأعلم. قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، والذي يظهر الله أعلم أن هذا بلاغ للناس يبلغهم رسالة الله عز وجل. وأما قوله: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمعناه من بلغه القرآن فهو المنذر، الله أعلى وأعلم. لكن أن القرآن بلاغ، أي فيه بلاغ الرسالة وفيه بلاغ الحق وفيه إظهار الحجة، لذلك لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن فهو المنذر. أما هنا فيقول: هذا بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن. قال كما قال في أول هذه السورة: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقوله تعالى: ولينذروا به، أي ليتعظوا به وليعلموا أنما هو إله واحد، أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب أي ذوو العقول. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.